يظهر ان طرد الفنانه رانيا محمود ياسين لضيف برنامجها من ايام ضايق الناقده الفنيه ماجده خير الله جدا، وخلاها تواجه انتقادات لرانيا على صفحتها في فيسبوك، والموضوع طبعا اتحول لخناقه على صفحات الاثنين، خصوصا بعد ما رانيا ردت ووصفت ماجده خير الله بالناقده الفاشله، والكلام ده خلى ماجده خير الله ترد عليها وتقول ان رانيا محدش سمع عنها الا بعد ما طردت ضيفها.